وأهمية أنه نصل في يوم ما إلى تضامن عربي حقيقي يجعل منا أنه في مستوى أن نعالج قضايانا المصيرية داخل البيت العربي. تعرفوا أنه كل القضايا الآن العربية تعالج خارج البيت العربي وهذا غير مقبول. نبحث الآن على يعني مقترحات عملية من شأنها أن تدفع إلى حوار حقيقي وإلى دور فاعل لتونس والجزائر في هذا الملف. أن النية المشتركة الجزائرية التونسية ونية حسنة ولها ليس لدينا أي مصلحة نفطية أو اقتصادية أو النظر في أي هيمنة أي ثروات ليبيا. نريد الأمن والاستقرار واحترام الوحدة الليبية، وحدة ترابية، وحدة القرار،